نحو حياة صحية. يا ربي متى بيأذن في خاطري في جيمات أمي؟ تعرفين كم سعرة حرارية في الجيمات؟ كم بيكون يعني؟ 20 ولا 30؟ إلا هم الجيمات صغيرة. لا الغالية، 3 حبات من الجيمات فيهم تقريباً 280 سعرة حرارية. يا الله هالكثر؟ وإحنا من ينحط الصحن قدامنا ما نوقف حبة ورا حبة، ولا ونحلي فيهم بعد الفطور بعد. حلو الواحد يكون معتدل في أكله، وإذا كان في خاطره ياكل شيء معين ياكله بقياس عشان ما يضر نفسه، وفي نفس الوقت يكون أشبع رغبته. وش كثر الكمية المسموحة من الحلو في رمضان؟ أول شيء طبعاً إذا ما فطرتي عدل وما شبعتي وقت الفطور 100% بتزيد رغبتك في تناول الحلويات، وأبداً لا تاكلين الحلو عليه لأنه ما يشبع، بالعكس يخليك تاكلين أكثر. إنزين ومتى أقدر أحلي؟ أي وقت بغيتي بعد الفطور، لكن لا تقربين صوب الحلويات إذا شبعانة أو إذا تحسين عمرك ما ترغبين في الأكل. إنزين إذا فطرت عدل وشبعت بس بعد أحس عندي رغبة في تناول الحلويات، شو أسوي؟ حاولي تشربين على الأقل 0.5 لتر ماء بعد الفطور أو قبل تناول الحلويات، وتريي 20 دقيقة إلى 1/2 ساعة، وبعدها خذي ملة صغيرة من أي حلو قدامك. بس هالصحن أقدر أحط فيه قطعة كبيرة من الحلو، هل هالشي مسموح ولا بعد يضر؟ طبعاً يضر، ممكن تأخذين شريحة من الكيك أو 4 حبات الجيمات أو 3 ملاعق أكل من الكستر أو 3 حبات من القطايف. يعني بس أختار نوع واحد من الحلويات؟ هي نعم، أو تأخذين 0.5 الكميات اللي ذكرت لك إياها وتختارين نوعين مثلاً. أهم شيء تكثرين من شرب الماء عشان تعززين الشعور بالشبع، بالتالي تقل رغبتك في تناول الحلويات. إنزين وبالنسبة للشاي والقهوة، هل لهم أثر إيجابي علينا إذا شربناهم ويا الحلويات؟ طبعاً، الشاي والقهوة العربية تقلل من أضرار الحلو مع إضافة الجرفة أو الدارسين فيها. نحو حياة صحية مع تحيات إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.